اهلا وسهلا مشاهدينا. في ضيوف لما نجوك في الاستوديو يعني انت بتكون ما عارف تبتدي من وين، مش تقصيرا لكن لانه مقام عالي جدا ولانهم شخصيات مؤثره بشكل كبير، قناعه عدد كبير من الناس، واحده من اسباب النجاحات المبهره في هذه الحياه التعامل واتيكيت الحديث مع الاخرين. مهما انت وصلت لمناصب كبيرة وكثيرة تكون في قمة التواضع، في قمة اللطف، كلامك دائما طيب، قادر على استخدام وانتقاء العبارات اللطيفة، يعني كلام كده يلمس قلبك بقطنة طيبة. ده ضيفي، زول سوداني. أنا سعيدة جدا وكل شيء مقدر لأنه شخصية سودانية مؤثرة في القنوات الخارجية MBC، قناة الحدث والعربية، ولي الشرف أن يكون ضيفي وضيف كل بيت سوداني في هذا المساء الأستاذ أحمد قرشي إدريس محمد، كبير رؤساء تحرير قناة العربية والحدث. الله يبارك فيك. وأخيرا حملتيني مسؤولية كبيرة بهذا الكلم الذي يعني إن قل وصفه فهو يعني وضع يعني كما يقولون عبئا ثقيلا عليه. أنت كتر خيرك كثير. شكرا لك، سعداء بوجودك في بيتك قناة الله يبارك فيك. النيل الأزرق. يعني أول حاجة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. ونتمنى لك يعني برضو تواجد جميل وأنيق وإقامة بين أسرتك وأهلك وأحبابك. أيوة. السودان الكبير. نتحدث في البداية كده عن السفرية الجميلة دي، وإن شاء الله تكون قاعد فترة طويلة أستاذ. لا أيوة بإذن الله. أنا جيت طبعا مع الذكرى، ده ذكرى الليلة يوم مولدي يعني قبل. كل صوت طيب. أيوة أنا أبدأ السنة 56 ما شاء الله من اليوم يعني، وكان مناسبة إن الواحد يأتي وفي مناسبة الذكرى العامة ولأشياء أخرى. دائما طبعا طيب هذه الأرض وأهلها الأجلاء. نعم. دائما عندما الإنسان يأتي فظل وارف جميل الإنسان بماذا أقول شحنة، إنما هو يعني بينسج فيك ذلك الجميل الذي يبقى معك في كل الشدائد. نعم. عام سعيد وعمر مديد إن شاء الله، مزيد من النجاحات المبهرة، أعوام كثيرة ومراحل كثيرة في الحياة مرت عليك أستاذ. نعم. أحمد، يعني وفي كل مرحلة نجاح مبهر لشخصية سودانية في قنوات عربية وعالمية. نتحدث عن التمرحل ده. التمرحل بدأ منذ صحفي صغير أو باحث عن العمل. يعني الإنسان كل الناس عندما يتطلعون إلى مهنة معينة بيجدوا أنه في متطلبات معينة. فأنا لما 88 اتخرجت من الجامعة هنا قمت طوالي فكرت في لندن، لأنه بيقولوا أنه دي العاصمة اللي هي فيها يعني ممكن تكون من العواصم القليلة وقتها. الإعلام يساهم في هذا الشيء. نعم. وإنت كرجل ما شاء الله يعني واسع الأفق وخبرة كبيرة، نظرتك برضو فيك بتكون شكرا مختلفة جزيلا. هذه حقيقة أنا لا أجامل. الله يبارك فيك. أنا لا أجامل. حسن خلقك وكرم نفسك. الله يخليك يا رب. نتحدث في الجانب يعني الإعلام وثورة الوعي. إنه هذا يعني نحن الآن موجودون في هذا المكان، لا أريد أن أبالغ إنه أو أن نتحدث عن دائما نحن نقول القدرات البشرية. يعني لولا هذه القدرات البشرية هذه يعني النيل الأزرق مثلا. النيل الأزرق يعني قوة إعلامية ضاربة مؤثرة بمحددات، لأنه إذا أعتقد أنه إذا توفرت لها 5% من إمكانات مثلا قناة دار أقول لك MBC مصر اللي هي أنا المشروع أسسته، 5% من إمكانات MBC مصر أعتقد أنه كانت حتكون محطة منافسة على مستوى الوطن العربي. وأنا لا أبالغ في ذلك، إنما أقول وقائع وحقائق تستند إلى قيمة ما يقدمه يعني الفريق الذي يقدم بإمكانات متواضعة جدا جدا، يقدم أشياء تصل إلى الناس. عندك 40 مليون سوداني، عندك مواد بتقدم من خلال هذا المنبر. فلذلك أنا عندما نتحدث عن الوعي لابد أن نتحدث عن الاستثمار، لابد أن تكون هنالك شجاعة، لابد أن تكون هنالك مشاركة. يعني نعم. الدولة التي تقف متفرجة دائما أمام لا، أنت ما في النهاية تريد أن ترتقي وتريد أن تصل، وهذه يعني الأشياء متشابكة اقتصاديا ومتشابكة من ناحية ماركتينج ومتشابكة من نواحي كثيرة. فإذا كنا نريد
الإعلام أن يشكل أو يساهم في ما نقول في السودان ثورة، يا أخي نقول إن شاء الله هبة، يعني في هبة الوعي لابد أن نساهم يعني بقدر الإمكان، إذا كانت دولة ولا إذا كان قطاع خاص يساهم مساهمة حقيقية، ما يكون يعني كالمتردد أو الخائف، لا، لأنه ثبت إنه بالإمكانات البسيطة يمكن أن نصل يعني خطوات بعيدة. نعم. فقليل ومزيد من الإمكانات يمكن أن تصل بكم، تصل بنا جميعا، يعني أنا بكم دي كأنه أتحدث من شاطئ آخر، لا، أنا أتحدث من نفس المستوى، يعني ربنا يديكم الصحة والعافية. دائما في الحياة يعني نلتقي بأشخاص من الصعب تجاوزهم يعني. نعم. والدعم ما بالضرورة مادي، كلمة تدعم تسند القلب يعني. نعم. تكون دعامة أساسية له، وبالتأكيد في رحلة حياتك المتميزة والمليئة بالنجاحات والضغوطات أحيانا احتمال يعني بتكون في شخصيات موجودة في الذاكرة صعب لقرشي إنه يتجاوزها. والله أنا الحمد لله يعني دائما لما أحكي للناس بحكي لهم عن شخصيات هي ما شاء الله يعني أثرت السودان ككل، لكن كأحمد قرشي أنا بشوف إنه كنت محظوظ جدا جدا، يعني الأستاذ محمد الحسن أحمد داره العامرة في لندن، الأستاذ محمد الحسن أحمد من كبار الصحفيين، وكان عندي جريدة الأضواء، تعرفنا هناك على طيب صالح وصداقنا، تعرفنا على يعني خيرة أهل السودان، يعني لا أريد أن أعدد، لكن في المجال الإعلامي كل الناس اللي بتتخيليهم حتى إنه ما ننسى. أنا أستأذنك بس لأنه قالوا لي الكلام ده مرتبط بالفيديو اللي حنشوفه ونعود نشوف مشاهدينا سويا. يا شباب دلت عاملين معنا الليلة والله. الله يبارك. أهلا وسهلا. بس اوكي ممكن نقعد كده نتكلم كلام ثاني يعني على اساس انه كاننا نحن ماشيين. انا بقول لك الحمد لله رب العالمين انه كالصحافه تلفزيونها هو جون جرانج مثلا. يعني هذه الشخصيه مثلا يعني كما يقولون انه في ما اقدر اقول السودان ما محظوظ، لكن جون جرانج هذا اكزامبل يعني رجل دوله، رجل كان فعلا اي انسان يقترب منه او يلتقي به يدرك انه والله انا سمعت الكلام ده طبعا يعني الناس ما يزعلوا، سمعت من عمر البشير يعني الرئيس المعزول انه فعلا لما شاف جون جرانج وقعد معاه وكذا تاثر نفسه يعني شخصيا، تاثر بانه يعني في شخصيه رفيعه المستوى مثل هذا الرجل. واقول لك شخصيات كل السودان يعني انا بتكلم من عز الدين علي عامر ناس الحزب الشيوعي لغايه شوقي ملاسي حزب البعث لغايه عادل سيد احمد حزب الامه، عقيل احمد عقيل، صادق المهدي، كل الناس دي اللي احنا وتجي بعديها يعني قطاعات مختلفه، محجوب شريف الله يرحمه ويحسن اليه، استاذ حميد، كل الناس اللي انت ممكن تتخيليهم شرقا وغربا في هذا النبع وفي ذلك تلك الحديقه وفي هذا يعني نبع فياض، ناس لقيناهم ادونا اشياء كنا محظوظين فعلا. عشان انا دائما بقول يا اخي الله يرحمه ويحسن اليهم، الله يرحمه ويحسن اليهم، مش لانه يعني الانسان للدعاء للرحمه والكذا، لكن كثيرون منهم يعني مع الاسف الشديد انه رحلوا ولم يعني يجد السودان فرصه ربما لقدر يعني اراده الله خيرا، وربما لانه نحن في هذه اللحظة التاريخية هؤلاء الناس جميعهم اللي عرفناهم يعني في فترة بسيطة جدا جدا غابوا أو يعني ضوءهم خفت عن هذا الوطن الجميل. نعم. أنت السودان بشكل مختلف أستاذ أحمد. الله يبارك فيك. غادة لازم نهدي أستاذ أحمد الليلة أغنية. أكيد أكيد. أولا أنا أستسمحك إنه يكون لي الشرف إني أكون في مساء الجمعة وفي فقرة زول سوداني وبضيافتك، حقيقي سعيدة وده فخر بالنسبة لي. اختطاف عشان نجيب. أكيد أكيد لازم، لأنه من الشخصيات المهمة طبعا. مرات إحنا وكرم نفسكم. أيوة بنلاقي ناس مثل بنسمعهم في الإذاعة أو ناس بتكون بتشوفهم في القنوات الخارجية وكده، فبيكون لك الشرف طبعا إضافة حقيقية في الحياة بهم. وبقول لك كل سنة وابتسامتك زايدة وعمر جديد إن شاء الله يا ربي. بهدي لك أغنية
خاصة. كلمات أستاذ السيد وليب ربنا يرحمه، وألحان حسن بابكر لهم الرحمة والمغفرة إن شاء الله. نسمع يا سلام الدنيا حلوة إن شاء الله. الله يخليك.
جميلة كبرت نبلي فيك زي مشاعرنا نبيلة والقلوب تهوى وتميل تحشق الكلمة الجميلة وانت يا الداير وصال انت يا العجبك خصال انت يا الداير وصال انت يا العجبك خصال انت يا ديكني أهلا شوف بأشواق أستاذ أحمد للوصول للشهرة أصبحت سهلة يعني وسائل جديدة حتى في الإعلام الواحد ممكن يستخدمها قنوات ممكن تكون في اليوتيوب إلى أي مدى هي قد تعتبرها أنت إضافة مثلا أو تختلف معي في الرأي هو نعم هو الوصول إلى الناس أصبحت عنده يعني قنوات عدة وفي أدوات يمكن أن تكون سهلة جدا وفي ادوات طبعا صعبه زي ما كنا بنتكلم أيوة عن التلفزيون في ذكرى انه في النهايه ليش اداه التاثير دي بتكون افضل من الاداه الاخرى لانه دي بتكون اداه حقيقيه مرتكزه الى قواعد فيها استثمار ضخم فيها يعني دائما معايير لذلك لما تصل الى الناس يكون في ثقه وزي ما بيقول اخونا زميلنا مدير الجرافيكس عندنا هو معانا اليوم ده اسمه احمد العوض الاستاذ احمد عمر العوض بيقول دائما انه دلوقتي العالم اتفكك يعني أيوة. انت ما تقولي تلفزيون بتقولي منصات بتقولي التلفزيون والتلفون والكذا والكذا أيوة. اللي فيهم فيسبوك وفيهم السوشيال ميديا او المنصات السوشيال ميديا فلذلك احنا ما نتكلم عن تاثير الاشخاص اذا لم يصلوا ويعني بناء الثقة لذلك دائما الناس بيقولوا انه في شورت يعني انت الليلة تلقي فلان وعلان وفلان وكذا في الثلاثة شهور دي لكن بعد أربعة شهور بتلقي واحد ثاني وهكذا انه بناء هذا يعني
التواصل القائم على انه تقنع الناس او العامه بانه يكونوا على ثبات، الا انك تقدم تدأب الدأب في تقديم ما شديد. هو نافع، ما هو صادق، ما هو مؤسس على المعايير اللي تكلمنا عنها. لذلك يمكن ان تجد الشهره في ناس بيكون عندهم ملايين الفولورز لكن زي دين، يعني زي فجاه تلقى انه هذا الضوء الساخن عليهم بدا يتراجع رويدا رويدا. والمشكله هي المؤسسيه، انه في النهايه لا يقدم، يعني انت ما بتقدم اي شيء الا اذا اعتمدتي على ادوات منافسه. صحيح. يعني مش لما اخذ اسامه بن لادن طالع من الكهف وبتكلم ممكن تاخذي فيديو بيقبلوها منك الليله، لانه دي حاجه بريكنج نيوز. اول بشير مثلا واحد مطلع من السجن ان شاء الله بحته، يعني مثلا مصوره بطريقه بتليفون ب50 درهم مش مشكله، لكن هذا عشان اواصل تو كوميونيكيت هذا النوع اللي فيه فقر او فيه ما فيه ادوات تجميليه وما فيه اشياء تسر، ما هو المشاهده في النهايه المتعه دي. احنا دائما بنتكلم حتى الاخبار، يعني ما انت مش بس لازم البريزنتر يكون بريزنتر، ولازم الطريقه تكون شيقه، ولازم الجرافيكس وليش هذا، يعني لازم ما في زول بيحضر اخبار الليله ليه الناس بيفرقوا بين هذه القناه وتلك القناه، هذه المنصه وتلك المنصه، لانه بشوفوا في جهد كبير مبذول حتى انه انت تصلي الى المشاهد بفخامه، وهذا يعزز من الثقه، لكنه لا يلغي دور الاخرين، لانه دائما هو دور موجود عندهم الحريه وعندهم الحق في ان يكونوا كذلك. نعم، انا يعني سعدت بالدقائق القصيره دي، انا شفتها دقائق والله، انا رحت المكان استاذ احمد، انا كنت اتطلع الى هذه اللحظات، فشكرا جزيلا. انا اكثر والله كثيرا والله، نلتقي ان شاء الله في مساحات اوسع من كذا باذن الله تعالى. شكرا جزيلا، الله يخليك، نورت استاذ احمد. كونوا معنا مشاهدينا.